هي الحكومة أو الدخول بهيج حكومات نفيناها بعد. حكومة محاصصة نفيناها، يعني مو حكومة المحاصصة نفيناها، حتى أي حكومة. لا، إذا أكو حكومة وطنية مدنية واحد دا أقول لك استاذ حكومة أغلبية سياسية يعني. لا، ما أكو حكومة أغلبية سياسية، هذا هاي التلاعب بالألفاظ. أنا مو لا مو يعني افترض يعني ماكو أنا افترض يا أستاذ يعني حتى أنا أستاذ محمد وأنا ترى سمعت هيك خبر، أنا بدي أحكي لك ما أحكي لك من الفراغ. لا هو موجود موجود بك إشاعة. إشاعة إيش يعني؟ لا إشاعة يعني مصير مصير الحكومة الأغلبية. لا مصير، أنا أقول لك ليش مصير. طيب ليش تظل والله؟ أنا أقول لك إحنا نحكي حكي واقع. الحكي الواقع اليوم كل بنى الدولة أنت بنيت على أساس طائفي، ما تقدر تسوي حكومة أغلبية سياسية. هذا حكي. النظام الطائفي نظام مكونات. البارحة إيش قال السيد مسعود البرزاني؟ سمعتوا له ما سمعتوا؟ البارحة مسعود البرزاني إيش قال؟ البارحة لا إيش قال؟ قال لن نشتغل، قال هاي آخر انتخابات، قال هاي آخر انتخابات. كلام جدا خطير. يجي لا نشترك بأي حكومة إلا على أساس من المشاركة. لا لا صح صح، لو غلط موضوع آخر. هو قال لك إحنا ما نشترك إلا على أساس مبدأ المشاركة. مشاركة شيع كردي عرب كردي شيعي سني تركواني يعني محاصصة طبعا. وهذا رح يصير وذكروني ولا يمكن الخروج عنه، لأن أنت أسست السكة من 2003 على هاي. أنت لكي تأسس حكومة أغلبية سياسية أول شيء رادك أحزاب مدنية. أنت أحزابك اليوم لو شيعية لو سنية لو كردية لو عربية، وين أحزابك المدنية؟ قانون أحزابك وين؟ بناءات الدولة، بناءات الدولة اللي ساعدك على حكومة أغلبية سياسية وين؟ ما عندك. هي مو فرضية. أرجع قبل أي شيء آخر، الدولة إمبراطورية قوانين. هاي الإمبراطورية القانون هي الحاضن للدولة، الدولة تتركب عليها. هاي دا أتكلم عليها أنا. مثلا اليوم عندك مبدأ دستوري يقول بالتوازن بالقوات المسلحة. شنو هذا التوازن؟ مبدأ دستوري وأقيمت عليه لجان، أكو لجان العام بالدولة، لجان التوازن الوطني يجي فحصول ايش قد اكو سنة ايش قد اكو شيعة ايش قد اكو كراد. هاي بنا. انت ما تجيب لي وصفة من الخارج وتقول حلت المشكلة. هاي الوصفة جيدة بس ايش قد تركب على الأرض، على أرض العملية السياسية، على أرض بناءات الدولة. أنا في تصوري هاي الانتخابات إذا كانت القوة اليوم اللي أنتجها أنتجتها الانتخابات مدى ألمس إلى هاي اللحظة توجه باتجاه تحطيم هاي القوالب، قوالب الطائفية والعرقية. لأن أول مسألة وأخطر مسألة لإقامة حياة سياسية سليمة يكون تحطم الجبهات الطائفية. أنت هسه تعيد تتابعون الأخبار ولا تتابعون؟ ديتم إعادة إنتاج التحالف الوطني لو لا؟ ديتم إعادة المتحدون صح لو لا؟ سوينا الآن. اليوم أكو شغل حقيقي لإعادة إنتاج السنة. سليم الجبوري وغيره يقول احنا اكو تفاهمات لتوحيد الموقف السني للدخول مع الشيعة باتجاه حسم مصير الدولة وبناءات الدولة. زين سموه تحالف العراق، تحالف العراق والتحالف الشيعي الوطني حمدي عيد انتاج نفسه. راح يصير عندنا كتلة شيعية وكتلة سنية، هاي تمثل الشيعة هاي تمثل السنة، وهنا الكراد. هو هذا أول عملية لكي نقول نكون صادقين مع أنفسنا. إذا أريد نسوي حكومة أغلبية سياسية لازم ما نشكل الجبهات الطائفية. أبقى قوة سياسية بالبرلمان، دولة القانون تبقى قوة برلمانية، والمواطن يبقى قوة برلمانية، ومتحدون وعلاوي، ومن خلال البرلمان سووا اتفاقات لتشكيل حكومة. هذا ما راح يصير. هذه مراحل مثل مصر.